وشنو يا ولد؟ بالمظاهرات والله انضربت ابو الشغب ضرب الشغب ضربونا ناقص بي ام جس ذاك اجوا لحقونا اعتدوا عليكم ولا ولا شنو صار؟ ايه شاب اشوف داين نصب بيها بس احنا زين برجلين عالم ماتت هنا شباب عمي كان طول ما الذئب ماتت قتلوه فايتن هسه برجلك ما يخالف هاي الشباب الراحة شنو هسه رجلينا فدوا لهم والله اخويا تعمل العين عليهم هواي خير من الله راحت لنا شباب من ورا هاي الناقصين فطيتها بركبة من ما تعرف هاي الناقصين مرتاحين الحكومة هسه جاي تتهمنا انه احنا جاي نبوق المحلات وجاي نسرقها احنا غايتنا شنو احنا المواطنين او احنا الشباب جاي نطلع
حتى نخلي المتظاهرات سلميه اكثر. جاي ننظف بالارصفه وان شاء الله مستمرين بالتنظيف. حقيقة اليوم ساحة التحرير أثبتت وجودها لدى الشارع العراقي ولدى العالم أجمع. أولا يراهنون على كيف ستنسحب المتظاهرين من ساحة التحرير ومن باقي المحافظات، ولكن احنا نقول لا، السحب ماكو، واقفين حتى آخر يوم بعمرنا. إذا كان لنا يوم عمر فهذا نقضيه هنا بساحة التحرير، لأن احنا جايين نطالب بحق شرعي. انتخابات جبناكم حطيناكم بمناصبكم، اليوم ما سويتوا شيء للشارع العراقي فانسحبوا. احنا مو بعازلكم، مو محتاجينكم. اكو أكاديميين وأكو أساتذة وأكو شباب ناضج اليوم يقدر ينزل إلى سدة الحكم وأن يحكم أحسن منكم ألف مرة. فعليكم أن تحذروا من الشعب العراقي، لأن الشعب العراقي ما يعرف غير بس النصر، حقيقة ما يعرف غير بس النصر، سواء إذا كان في كل المجالات وعلى الصعيدين السياسي والمدني والاجتماعي والأدبي والإخلاقي موجودة. هذا إن شاء الله الشارع العراقي وساحة التحرير وباقي المحافظات كلها تسب النصر وصابرين، وإن شاء الله. هنا صوت شباب العراق الجديد الذي خرج من أجل الشعب العراقي الكريم الذي يطالب بحقوقه المشروعة، وهي كالآتي: أولا إقالة الحكومة، اثنين تغيير مفوضية الانتخابات وقانون الانتخاب، ثلاثة قانون الأحزاب، أربعة توزيع الثروة العراقية بصورة عادلة على الشعب العراقي الكريم، محاسبة الفاسدين وتقديمهم للمحاكمة العادلة، انتهاء سياسة عدم التدخل في الشأن الداخلي العراقي، ويكون حب الوطن والعراق أولا وقبل كل شيء. طبعا مكتبة اكتوبر، هذه المكتبة كانت ولادتها منذ أول انطلاقة للتظاهرات في ساحة التحرير. هذا أبسط دليل أنه نرد على كل الاتهامات اللي تتهم المتظاهرين السلميين بأنه أكو مندسين وأكو ناس خارجة عن القانون. لكن إحنا رسالتنا أنه هذه المكتبة والأعمال الأخرى الثقافية لتوعية المتظاهر، أصلاً هو المتظاهر واعي الحمد لله والشكر، ما جاي نعاني من هذا الشيء. لكن رسالتنا هذا الكتاب وهذا هدفنا هذا الكتاب، كل ما أنه اللي يتردد هنا راح يصفح في هذا الكتاب أو يقرأ لفت منشور أو جريدة، راح يزداد توعية في إيصال صورة هذه المظاهرة. المطالب طبعاً كلها واعية، دائما ما انه تتحجج الحكومات والبرلمانيين اللي الطغمه هذه الفاسده اللي موجوده حاليا انه تريد المطالب، لكن احنا ما عندنا هذه المطالب، مالتنا كلها موجوده ومعلنه حتى وان اكدت عليها المرجعيه، اكدت على المطالب، مطالبنا موجوده في ساحه التحرير. وين ما تتجول راح تلقى بوست موجود، ابسط انسان هسه انه انت تلتقي به في ساحه التظاهر راح يقول لك المطالب. رسالتي لكل من اتهم المتظاهرون السلميون بأنهم يحرقون
وبأنهم خارجون عن القانون. رسالتي إلى أنه قل له أدعوك إلى القدوم إلى ساحة التحرير ها والتصفح في هذه المكاتب وإيصال رسالتك السلمية بهذا الكتاب. ما نحمل غير هذا الكتاب والمطالب كلها موجودة، وهاي أبسط رسالة نوصلها لكل من شكك في تظاهرات ساحة التحرير. مو كيف أسوي لقاء الحزب مالي ما يقبل إلا خابر على رئيسي. قاموا يكفونا مسوي هيك قلت اضمن قوات هنا مسوي هيك سيراتك مجاوبة ولا قالك مجاوبة؟ لا جابوا له مجاوبة. لأني في ذي ذني؟ عندي من ذني أريد. هذا إلا باجي اللي يجيب الباجي ما فرزي الله طيب. يا ولد لك. كنا هناك سمرة جسر الأحرار تقريبا الساعة بدعها شيء 10:30 سمرة الصبح، وين شفت واحد هناك من سمرة منش أبو الشغب وين على العمارة طابق الرابع صعدت له هناك بس كوت سمرة صعدت له هذا أبو الشغب أنا تقريبا أتذكرك أول كانوا جاي بس الوالد نسى شرد من يومهم. أي أول ما صعدت سمرة أنا صعدت الأول الثاني الثالث الرابع راسا هم سمونا جانا واحد سمونا من اللي ورا وضربني كله من ضربني كله انا فقدت بس انا بسوى كلبسني وهذا وشمرني منين بس من طابق الرابع اتكسرت من طابق الرابع النابو جاني اربع من داد الشغب كسروني ضربوني ما خلوا شيء ما سووا بي انا حتى هاي ايدي حطوا بيها طقطاقه ونانا هاي الضربات كلها الألم كلش لحد الآن تأذيني. هاي آثار التعذيب. إيه هذا آثار تعذيب وهاكون التالي أنا التالي سمو ضربها نانا بظهري لحد الآن تواجهني ظل مستمر عليها أن التالي. سمو رحنا للمستشفيات أنا وولد من أخذتنا الإسعاف رحنا للمستشفيات ودونا وين باب الشردي بالشردي العفو سوق العربي هاي وين العرباين هدونا هناك هذا مكانهم. هدونا هناك سمونا وين رحنا سمونا رحنا تمشينا رحنا لابو المرور ابو المرور خابر على الاسعاف شالونا وين ودانا سمونا مدينه الطب اول ما رحنا له مان وولد ويانا تقريبا هواي هم ويا 6-7 هي تقريبا سمونا رحنا هناك ما استقبلونا قلنا لهم ليش قالوا لنا سمونا كاتليكم والشغب يعني ضاربينكم والنوبين رحنا نقلونا سمونا المستشفى مال من الصدر هاي المستشفى رحنا لهم ما استقبلونا وجيت انا هناك بالقوة جيت اجرت تكتك من مدينة الصدر يقولون انا بعد ما ادري بيهم وين راحوا. احنا هنا بداية المظاهرات اجينا كان ولدنا موجودين هنا يجون للبيت يغسلون ملابسهم ويجيبون دوم اصدقائهم وياهم يعني يوميا وايد يجيبون جنط ابني وولد اثنينهم شفناه تعب عليهم يعني يروحون يجون ملابس هواي ما كلهم محافظات جبنا من غسالاتنا مال البيت وجينا حتى نغسل اكثر عدد نجي من 7 الصبح مرات 12 بالليل مرات كنا نبات مرات نبات هنا واحنا هنا هم يشجعوا
بس ولدنا، هم مو بس ولدنا موجودين، كلهم ولدنا. واحنا هنا وياهم منا لما يحققون مطالبنا وتصير عندنا يعني حكومه يخلونا وطن حالنا حال الدول. الدول مو احسن من عندنا، احنا العلاقه اهل الخير. لازم يسوون لنا حل، واحنا ما نراجع ما نرجع الا تفرغ الساحه. احنا وياهم باقين منا لما يصير الانسحاب. يبقون سنة احنا وياهم. ما نتراجع. احنا اليوم مجموعه رسامين طلعنا من كل الفئات العمريه لان ظهر طريقتنا، وايضا هذا الشيء راح يساعد على انه يجون اكثر وفود من المتظاهرين وهنا يساندون. احنا نساندهم ونترك هنا بصماتنا ونظهر بطريقتنا من خلال لوحاتنا اللي نرسل بها رساله انسانيه، نرسل بها مطالبنا، لان ظهر بطريقه سلميه، وهذا الشيء اكثر فتش يعني يدل على انه احنا سلميه. هي لوحاتنا اللي موجوده هنا. اول شيء انا طالبه هنا، أنا طالبه اعداديه. احنا هنا بالعراق مستقبلنا مجهول، ما ندري انه شو وقت نموت، باي انفجار او باي وضع امني احنا راح نصير بسبب الحروب والانفجارات وعدم لا ماكو لا امن ولا امان. وغير هالشيء انه مستقبلنا والاشياء اللي لازم يوفرون اياها المعيشيه البسيطه كل شيء ما موفر لنا، لا مدارس بها خير، لا مستشفيات بها خير، حتى الشوارع ما بها خير وكل البنايات. واحنا هنا طالعين مظاهرات سلميه كل الفئات بالشعب العراقي، الطبيب والمهندس والرسام والفنان وكل شيء. حاليا احنا مواكبين بهذا البازار الفني والمهرجان الثقافي للرسوم. حاليا الايديولوجيه مالته كلش جميله وايديولوجيه رائعه، واحنا هنا لدعم الفنانين. انا بالنسبه لي صحيح سلكي الدراسي خارج عن نطاق الفن، لكن انا فنان شامل وهاوي للرسم وباقي الفنون. الفنان بالعراق ما الى اي حق يعيش ويموت من القهر. اي حقوق للفنان ماكو، مقيد برأيه، مقيد بالسيناريو، بإيديولوجيته، وبأفكاره، معادة من الجميع، حتى المجتمع يرفض الفنان. احنا هنا مواقفين، وباكر عقبه حتى اللي يتخرج مو سوى اي بأي مجال كان، ما يحصل لا تعي لا شيء، بغض النظر عن الفساد والسماسرة وقطاع الطرق اللي لا تحكم البلد. يعني الصراحة كوكبة من قطاع الطرق وكوكبة من اللصوص، مع الأسف يعني العراق يصير بهاي الحالة، يعني ما إلها أي وصف ولا أي كلام يعبر إلها. وإحنا حاليا موجودين هنا وبهذا الفن ومظاهرات سلمية، وهاي شوفت عينكم رسوم وفنانين وفنانات ولوحات معبرة وإيديولوجية جميلة الصراحة. وهذه المظاهرات الصراحة للجميع، مشارك بها الطبيب، الإعلامي، الفنان، المهندس، التربوي، كل الصفات، كل فئات المجتمع مشاركة بها. وهاي رسوم من كل المجالات ومظاهرات سلمية، وماكو أي عدائية، وناس سلميين وناس طالعة تريد حقها، ناس طالعة تريد حقها، حقها المشروع، ما ماخذة منها حق أحد. إذا يقول لك حقي وأريده، أعطيني حقي وإنت على رأسي. على حساب على مستحق. وجهنا شرابي فلكينا. بس قلت لك سنانا شرابي فلكينا. قام على الدراسة فلكينا.